أنا أنس الهندي، سكان عمان. عندي موهبة الرسم، كنت أرسم على الورق، وكنت أعمل مع والدي وأنا صغير في محل عصير وكافي شوب زي هيك وقهوة. فاجتني فكرة إني أنمي هاي الفكرة الرسم على إشي غير الورق، فأنا حبيت إنه أعملها على البطيخ. بلشت أبحث عن موضوع وكيف بدي أوصل لهاي الشغلة، والحمد لله قدرت إني أوصلها وقدرت إني أتمكن منها. بلشت أرسم شخصيات وبلشت أرسم فنانين ومطربين وزي هيك شغلات، والناس حبت الفكرة. وبعدين تطور الموضوع لما شفت قضية شيرين أبو عاقلة، وحبيت إني أتضامن معها وأقدم لها إشي بسيط، يعني من هذا الإشي اللي قدمت لنا هي قبل. كانت توصل لنا دائما فكرة ودائما توصل لنا الحدث اللي كان في فلسطين، وحبينا إحنا يعني نتضامن لو إشي بسيط. إحنا وصلت محل مرتبات فلسطين، أصدقائي هم وإخواني، ودائما كنت أجي عندهم قبل ما أشتغل، والحمد لله أنا شغال معهم هون، وراح نضلنا نقدم إشي حلو ونوصل فكرة للناس عن طريق هاي الشغلة وعن طريق هاي الموهبة. وإن شاء الله لقدام راح يكون في إشي أحلى وأجمل، وإن شاء الله إنه نقدر نوصلكم أفكار وشغلات أحلى من هيك.